بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والمتابعين للقناة التعليمية للمديرية العامة للتربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا للتصوير بعد خلينا نقول بعد توقف دام بسبب الحظر. So today we're gonna start with unit 1 lesson 1. يعني اليوم حبيت انه يكون دروسنا مو فقط قواعدية، راح تكون من بداية الكتاب إلى المادة اللي حددتها الوزارة. إن شاء الله تعالى نتوفق ونغطي كل هاي المادة. يعني الطلبة اللي ما توفقوا واللي مثلا كانوا بالتظاهرات وكذا، اللي ما توفقوا يحضرون بالمدارس أو بالمعاهد ودرسوا أي شيء، راح إن شاء الله تعالى يستفادون من هاي الدروس. إذن مباشرة ننتقل إلى Unit 1 Lesson 1 اللي هو بعنوان My toe is bleeding. My toe is bleeding اللي هو أصبع قدمي ينزف. الدرس قبل ما نبدأ به لازم أنه يكون عندنا فد خلفية معينة عن الأشياء الأساسية نسميها foundational stuff، يعني الأمور الأساسية اللي everybody should know it، اللي الكل وكل طالب لازم يكون عنده معرفة وإحاطة بها. أول شيء راح نبتدئ به هو المختصرات المهمة اللي راح تفيدنا بعد يعني بالدروس القادمة بكتابة القواعد. المختصرات هي N، مثلا راح نشير إلى كلمة N بالحرف N نقطة. هذا N اللي هو الاسم، S نقطة subject اللي هو الفاعل، V نقطة يشير إلى الفعل. هسه تقول لي فعل قياسي، فعل غير قياسي، فعل مساعد، هذا بعدين راح يجي تفصيله بكل قاعدة. بعد أدي كامب ونقطة، هذه إشارة للكمبلمنت اللي هي التكملة. أدي بعد أدجكتيف اللي من الأمور الأساسية اللي راح نحتاجها بيونت 1، من راح نشرح إن شاء الله تعالى اليوست راح نحتاج الأدجكتيف اللي هي الصفة. بعد أدي بروناون، هذا راح يصير بشوية تفصيل لأنه مثل ما قلنا هاي الأمور الأساسية اللي لازم الكل يعرفها، اللي هو البروناون اللي هو شنو الضمائر. وبعد عندي الانفينيتيف، انفينيتيف اللي هو الصيغة المجردة للفعل. الأوبجكت اللي هو المفعول اللي دائما يجينا باللغة الإنجليزية بحالتين، أما ضمير مفعول أو اسم. زين، البعض بعض المدرسين يشيرون إليه بالمفعول به، هو الحقيقة object اللي هو احنا نسمي للتقريب وللمقارنة باللغة العربية نسميه مفعول به، بس هو بالحقيقة object اللي هو مفعول. هسا نجيب شيء من التفصيل لهاي الأمور. زين، الاسم راح بس نقسمه قسمين، نقول شنو الأسماء باللغة الإنجليزية تقسم أما إلى proper nouns اللي هي أسماء العلم، يعني أسماء العلم تشمل شنو أسماء الأشخاص، وبعد أسماء الدول، بعد أسماء الأماكن، أسماء البحار والمحيطات، so on so forth. The continents اللي هي شنو القارات، هذه أسماء العلم ميزتها تكتب capital wherever it comes in the sentence، وين ما وجدت بالجملة تكتب بالحرف الكبير أسماء العلم. هسه واحد يقول لي إنه هاي المعلومات هي كلش basics. Yes it is، إنه هاي المعلومات أساسية جدا، وأحيانا أكو بعض الطلبة ما عندهم إحاطة بها، فإحنا نحتمل الكل. زين، قلنا proper nouns تعرفنا عليها. بعد عندي فتشي نسميه common nouns، الأسماء الشائعة. الأسماء الشائعة يا بشنو أي اسم ثاني هو مو proper، مو اسم علم، نسميه اسم شائع، مثل boy, door, desk, so on so forth. Marker, book، زين، shirt، camera، board، هذه كلها شو نسميهن أسماء شائعة. زين، هاي وين نستفاد من عندها؟ هاي نستفاد من عندها إن شاء الله تعالى بعدين من نجي للأوبجكت. الفاعل، زين، الفاعل باللغة الإنجليزية هسه عندنا دائما وين يجي مكانه؟ بالبداية، بداية الجملة هي
الفاعل، مثل ما أشرنا هنا S V C، الفاعل الفعل التكملة. ما عدا من نجي إن شاء الله تعالى إلى شرح الباسيف اللي هو المبني للمجهول، راح نشوف أنه الأيجنت راح يسمون الفاعل راح يسمونه الباي أيجنت، ممكن إضافته بعد الباي بنهاية الجملة. الفيرب راح شوي هيك تفصيل صغير بالأفعال، راح نقسمها حسب القواعد اللي راح نكتبها إلى main verbs وبعد helping مساعدة. هسه الأفعال الرئيسية، خلي نقول الأفعال بصورة عامة تقسم قسمين، الرئيسيات نحتاجهن إحنا هسه بكتابنا ومنهجنا منهج السادس. الأول شو راح نقول؟ الأفعال القياسية والأفعال الغير قياسية، واللي هي تمثل nightmare to every student، تمثل كابوس لكل الطلاب. شو نتعرف على الأفعال؟ خلينا نقول عليهن regular اللي أفعال القياسية، والirregular الأفعال شنو؟ الغير قياسية. زين، شلون اتعرف على افعال قياسيه والافعال غير قياسيه؟ اكو طريقه محدده اتعرف من خلالها على افعال قياسيه وغير قياسيه؟ The answer is no. الجواب هو ماكو اي طريقه انه من خلالها اتعرف على انه هذا الفعل قياسي او غير قياسي. زين، شلون اتعرف عليها؟ نقول له من خلال الاستخدام ومن خلال الاطلاع. زين، اني حتى اسيطر على هذا الموضوع، طبعا بالكتاب منطينا بالصفحات الاخيره منطينا تقريبا عدد من الافعال ومركز عليها، يقول هي هاي الافعال الغير قياسيه فتركز عليها. الواقع يقول انه خلال الكتاب الافعال اكثر من هاي. زين، فالطريقه حتى اسيطر من خلالها على هذا الموضوع، بدايه من الدرس الاول انت شو تسوي كطالب او كطالبه؟ تقول أنا راح أخلي سيركل على الأفعال الريجيلر، أخلي دائرة على الأفعال القياسية، وأندرلاين وأضع خط تحت منه الأفعال الريجيلر الأفعال الغير قياسية. من زين أنا شون؟ أما هو وارد بالنص أنه هذا الفعل هو غير قياسي، يعني راح تشوف صيغة الماضي من عنده، أو أنه هان simply I would or I should ask my teacher، يعني أسأل المدرس أو المدرسة، يا أستاذ هذا شنو صيغة الماضي؟ يعني be inquisitive، يعني كن كثير التساؤل خلال الدرس مالتك حتى تتعلم. هاي المعلومة لمن؟ للطلبة اللي إن شاء الله تعالى راح يتوفقون ينجحون من الخامس للسادس. طلبتنا بالسادس إحنا راح يعني نسوي هاي المعلومة شوي نبسطها لهم، راح نقول كل ما نمر على فعل نقول هاي الفعل هو قياسي أو غير قياسي، راح نشير صيغة الماضي من عنده وعليه راح تتعرف على هذا الفعل قياسي أو غير قياسي. أنت بدورك شو تسوي؟ تخلي دائرة على الفعل القياسي وتخلي خط تحت الفعل الغير قياسي، مرة مرتين ثلاثة راح تكون عندك قاعدة وقاعدة ثابتة شلون تتعرف على الأفعال القياسية أو غير قياسية. الكومبلمنت اللي هي التكملة، التكملة أي شيء يجيني بعد الفعل، زين هسه الفعل المساعد أو الفعل الرئيسي، أي شيء يجي بعدها نسميه كومبلمنت. هذا إله يعني حالة خاصة وحاجة خاصة هم راح نحاول إن شاء الله نشير لها. يبقى عندي البروناون، هذا البروناون لازم أني أفصل به. عندنا أربع مجاميع رئيسية ومهمة جدا من البروناونز. أول شيء راح نقول عليهن السبجكت بروناونز. زين، بالمناسبة الضمائر يعني حالها حال القواعد باللغة العربية، لا تزيد ولا تنقص، ثابتة. يعني الأسماء الخمسة من ابتكرها مثلا الدولة النحويين القدماء ولحد الآن هن خمسة، لا زادا ولا نقصا، الأفعال الخمسة هن خمسة. كذلك الضمائر عندنا باللغة الإنجليزية، ضمائر الفاعل هن I we you they he she it، سبعة لا يزيدن ولا ينقصن. I أنا we نحن you لها خمس معاني، أنت أنتي أنتما أنتن أنتم حسب الكونتكست السياق. they تجيني
هم أو هن تستخدم مع الكل، مع الأشخاص ومع الأشياء والجمادات والنباتات. هي تحديداً للأشخاص، شي تحديداً للأشخاص، هي طبعاً هو وشي هي. إت ممكن تعني هو أو هي للأشياء والنباتات والجمادات، وكذلك الأنيمالز اللي هي الحيوانات. زين، من السبجكت بروناونز شرحنا ناخذ possessive adjectives، صفات التملك. هاي مهمة جدا، هاي مهمة جدا. شوف راح نكتبها على ضوء ضمائر الفاعل. الآي شنو صفة التملك مالتها؟ my. الوي our. اليو your. الذي their. الهي his. الشي her. والإت إتس بدون أبوستروفي، بدون فارزة علوية. ميزة صفات التملك أنه لازم تكون متبوعة شنو؟ باسم. وحدها أبداً ما تجي بالجملة. هذه ميزة صفات التملك. ميزة ضمائر الفاعل أنه دائماً تجيني بمكان الفاعل اللي هو وين؟ بداية الجملة. يعني ما يجيني الآي بنهاية الجملة. واضح؟ زين، المجموعة الثالثة من الضمائر اللي نسميهن الأبجكت، ضمائر المفعول. من الآي شنو ضمير المفعول؟ مي. من الوي أس. اليو نفس ما هي يو. الذي ذم. والهي هم. والشي احنا مرات يعني من باب التصنيف نقول هي هم شي شم، بالحقيقة هي هر. والإت مثل ما هي. ميزة ضمائر المفعول انه مكانها دائما وين؟ بالكومبلمنت، يعني مكانها بنهاية الجملة بمكانين، بعد الفعل وبعد حروف الجر اللي هي نسميهن بالانجليزي preposition. زين، المجموعة خلينا نقول الرابعة من الضمائر اللي راح نحتاجها، هسه قلنا subject pronoun, possessive adjective، بعد عندي الobject pronouns، يبقى عندي المجموعة اللي نسميها reflexive pronouns. هذه مو هالقد راح نحتاجها، فما راح نشير لها، اللي هي مثلا I, myself, you, yourself، وهكذا. هاي المجموعة نسميها reflexive pronouns. زين، انتهينا من pronouns، إجاني الانفينيتيف. الانفينيتيف يشير إلى الصيغة المجردة للفعل. هذه هواي راح أحتاجها باللغة الإنجليزية، تحديداً منهجنا من يجيني السؤال اللي نهايته تكون correct. هواي أسئلة بالوزاري تكون تنتهي بالكلمة correct. دائماً السؤال اللي ينتهي بهذه الكلمة معناتها صحح الفعل. ميزة الأفعال بين الأقواس بالامتحان الوزاري هي دائماً تكون بالصيغة المجردة. زين، الصيغة المجردة يابا شنو الصيغة المجردة؟ حتى أتعرف على الصيغة المجردة لازم أفهم أنه لكل فعل أكثر من صيغة. زين، لكل فعل أكثر من صيغة. خلينا نقول هنا، نحاول نشير هنا. الصيغة الأولى للفعل هي مرات يسموها البيس أو يسموها الانفينيتيف. زين، خلينا نسميها رقم واحد. صيغة ثانية صيغة الباست، صيغة الماضي. الثالثة اللي هي past participle، واللي هي من ضمن الأشياء الأساسية foundational stuff اللي قلنا عليها بالبداية اللي الكل لازم يعرفها، اللي هي past participle. والصيغة الرابعة اللي نسميها present participle، اللي هي صيغة الفعل مع ال ing. الصيغة الخامسة، زين سوري هساني فاتني هنا أنا أذكر، راح أعيد الترقيم. راح نقول الصيغة الأولى هي المجرد، الصيغة الثانية صيغة البريزنت، الصيغة الثالثة صيغة الماضي، والصيغة الرابعة هي الباست بارتيسيبل، والخامسة والأخيرة راح تكون البريزنت بارتيسيبل. راح ناخذ مثال على فعلين، فعل قياسي وفعل غير قياسي للتوضيح. هسه مثلا نقول regular verb play. play هو صيغة مجردة، صيغة المضارع. أما play أو
plays. يا بشن هاي الاس نقول علي هاي اس الشخص الثالث اذا كان الفاعل مفرد بزمن المضارع البسيط نضيف للفعل اس او اي اس على تفصيل. صيغه الماضي بالافعال القياسيه دائما تنتهي بالحرفين الاي والدي، كذلك صيغه التصريف الثالث، هذه ثابته ولذلك سميت الافعال القياسيه بالقياسيه لان تحول الى صيغتي الماضي والتصريف الثالث فقط باضافه الحرفين الاي والدي. Cool. الـ present participle أو أحياناً يسمونه gerund صيغة الحال أو صيغة الـ present participle مجرد إضافة ing إلى شنو؟ إلى نهاية الفعل الانفينيتيف اللي هو المجرد. بها تفصيل زين قواعد إملائية هسه احنا مو بصددها. هذا بالنسبة لمن؟ للفعل القياسي. راح ناخذ فعل ثاني للتوضيح. فعل غير قياسي ونشوف شنو التغيير اللي راح يصير. مثل ما قلنا هاي المحاضرة والدرس الأول نسميه شنو foundational، يعني شنو فشي تأسيسي حتى يكون نعتمد عليه يفيدنا للدروس إن شاء الله تعالى القادمة. نقول الفعل irregular، ناخذ الفعل go زين، هاي الصيغة المجردة، صيغة المضارع راح يكون أما go أو goes اعتمادا على الفاعل the number of the subject، إذا كان فاعل مفرد نضيف الـ es، وإذا كان فاعل I أو جمع شو نقول؟ نحتفظ بالصيغة المجردة نفس ما هي. يعني إذا كان خلينا نثبتها على شكل ملاحظة، إذا كان الفاعل I أو جمع تكون صيغة المضارع نفس ما هي الصيغة المجردة لل فعل. هذه راح نحتاجها هواي هاي الملاحظه. صيغه الماضي بال شوف نلاحظ انه الفعل went شنو تغير شكله صار، قصدي الفعل go تغير شكله صار went، صار شنو went، والwent تماما ما تشبه الجو، ولذلك سميت الأفعال الغير قياسية بالغير قياسية لأنه ماكو قاعدة ثابتة لتحويل الفعل الغير قياسي إلى صيغتي الماضي أو التصريف الثالث. وهنا شنو؟ gone، والأخيرة هي going بإضافة ing إلى الصيغة المجردة للفعل. هذا كل ما يخص شنو؟ صيغة المجرد، وتعرفنا من خلال صيغة المجرد على الصيغ الخمسة اللي كل فعل لازم يمر بها ولازم احنا هم نعرفها. الأوبجكت قلنا باللغة الإنجليزية الأوبجكت اللي هو المفعول، أما يكون اسم واسم مر علينا أو يكون شنو؟ pronoun، ويا pronoun الأوبجكت pronoun اللي هو هاي المجموعة me, us, you, them, him, her, it. وقلنا مجموعة الضمائر المفعول تكون وين نحتاجها؟ نحتاجها فقط وفقط بالتكملة بعد أما الفعل أو بعد حرف الجر. ممكن يجيني ضمير المفعول بداية الجملة؟ أبداً ما يجي ضمير المفعول في بداية الجملة. هذا كل ما يخص المختصرات اللي لازم نعرفها قبل ما ندخل بمنهجنا منهج السادس اللي هو إن شاء الله تعالى اليوم راح نبلش به بيونت 1 لسن 1. هذا راح نحتاجه من نشرح الدرس. درسنا اليوم مثل ما قلنا my toe is bleeding. طبعا بالكتاب شو مسوي؟ بالكتاب مسوي لنا صور وكذا يريد يعلمنا المفردات. يعني عزيزي الطالب والطالبة يعني أريدكم من بداية الكتاب مثل ما قلنا احنا اكو اشياء راح تكون مفيده مراجعه سريعه علما للطلبه اللي راح يمتحنون ان شاء الله تعالى هاي السنه، واشياء مهمه وضروريه جدا للطلبه اللي راح ينجحون من الخامس للسادس. A good way, a very good way to learn vocabularies is to learn them through context. انه افضل طريقه او طريقه جيده لتعلم المفردات هو من خلال الكونتكست أو من خلال السيتويشن أو من خلال موقف. يعني إحنا موقف هذا ما راح تصير، ليش؟ لأنه we are a non-English speaking society، لأنه إحنا
ما نحكي انجليزي، مجتمعنا ما يحكي انجليزي، فما عندي موقف من خلاله اتعلم المفردات. زين، فافضل طريقه بالنسبه لك او لك كطالبه انه اتعلم المفردات من خلال النص. يعني مثلا من يمر علي my toe is bleeding، لازم اعرف انه toe هو اصبع القدم. زين، شنو اصبع اليد؟ finger. زين، finger، شلون هاي الفينجرز؟ من واحد يقول fingers، I like fingers، بالإشارة إلى شنو؟ أصابع البوتيتو. وإحنا هسه in Ramadan and everybody likes food. زين، وإحنا هسه رمضان والناس تحب الأكل وكذا. زين، ففينجر هو أصبع اليد، وتو هو أصبع القدم. زين، شلون تعلمت هاي وهذه؟ من خلال النص، ومن خلال انه relating one thing to another، انه نربط شيء بالثاني. وهذه احسن طريقه حتى تبدي تسيطر على المفردات، لانه اللغه الانجليزيه مو بس قواعد، مفردات. لان عندنا هسه ان شاء الله تعالى من راح نشرح السؤال الاول بالامتحان الوزاري اللي يسمونه reading comprehension، او البعض يحب يسميها unseen passage، هيك يسموها. سن ما اعرف ليش سموها الانسين باسج، احتمال لانه انه ما شايف الطالب قبل. زين، وحتى هذا الاحتمال هم مو كلش وارد، لان الاسئله الوزاريه اغلب الاحيان تتكرر. Whatever، الريدنج كومبرهنشن يشير الى شنو؟ القطعه الاستيعابيه اللي هي دائما تكون بالسؤال الاول بالاسئله الوزاريه، وهذا بها تفصيل ان شاء الله تعالى من نوصل الى مرحله شرح الاسئله وكيفيه الاجابه عليها، راح نفصلها بتفصيل دقيق جدا. زين، هسه ما راح طبعا نسوي الماتشنج. زين، بس راح نقرا الجمله الاولى. يا ريت انه الطلب المتابعين يخلي كتابه قدامه حتى يعرف احنا ايش جاي نسوي. عد الصوره الاولى راح نختارها، وبعدين ننتقل الى listen to اللي هو درسنا. او قبل ما ننتقل الى listen to راح نشرح الفقره المهمه بالفقره القواعديه المهمه listen one، اللي هي الفرق بالاستخدام بين الكلمات hurt و pain و sore. بس نقرا الجمله الاولى، نقول my shoulder hurts. اجي هنا اسقط هذه عليها my shoulder. وين اجتني my shoulder؟ شوف my صفة تملك، ايش قلنا؟ لازم تكون متبوعة باسم my shoulder، كتفي. hurts، hurts شنو هنا؟ hurts الفعل، وهنا شنو؟ فعل غير قياسي، لأن صيغة الماضي من عنده تبقى hurt. واضح؟ إذا الفعل hurt، أول فعل راح نخلي تحت خط حتى نتعلم الفرق بين الأفعال القياسية وغير قياسية. إذا أول فعل راح نخلي underline اللي هو شنو؟ الفعل hurt، باعتباره انه فعل غير قياسي. فش يقول؟ my shoulder hurts. هاي الاس شنو اللي قلنا عليها؟ اس الشخص الثالث، لانه الفاعل شنو؟ الفاعل مفرد. هسه واحد يقول لي يابا الفاعل هو اللي يقوم بالفعل؟ no this is not very correct. انه الفاعل مو فقط اللي يقوم بالفعل، الفاعل ممكن اللي يقوم بالفعل. مثلا من اقول علي open the door، علي فتح الباب، هذا واحد قام بالفعل. بس مرات ما عندي فعل، مثل هاي الجملة my shoulder hurts badly، خلينا نضيف عليها مثلا badly. زين، وماكو فعل، ما حد قام بأي فعل. إذن الفاعل هو أما اللي يقوم بالفعل أو اللي تتحدث عنه الجملة، or مش نقول what the sentence describes، اللي تصفه الجملة. إذن فاعل نوعين، اللي يقوم بالفعل أو اللي تتحدث عنه الجملة. زين، I did it playing tennis. يعني شنو صار لي هذا الألم أو صارت لي هاي الأصابة بالشولدر اللي هو شنو؟ شولدر الكتف. زين، playing tennis، وأني ألعب التنس. زين، باختصار شديد هذا اللي راح نشير له بالكتاب. هسه ننتقل مباشرة للملاحظات القواعدية اللي تخليني شلون امشي بالامتحان. مثل ما قلنا احنا درسنا راح يكون ان شاء الله تعالى مفيد للكل، اللي يريد يتعلم انجليزي كلغة وقواعد، واللي يريد يقول استاذ شو اللي باللغة، اريد بس انجح بالامتحان. بالامتحان راح نقول له بابا انتبه على الملاحظات اللي هسه راح نقولها. Excuse me, now let me just finish erasing or rubbing the board. حتى نسيطر على الفرق بالمعنى والاستخدام بين هاي المفردات الثلاثة بمنهجنا، لازم نفهم
هذه القاعدة أعزائي SVC Subject Verb Complement مثل ما قلنا Subject شو بعد ما راح أفصل أني بس شفت S افتهمت إنه S تشير للفاعل V تشير للفعل وC طبعا هاي مختصرة إحنا المفروض نكتبها كاملة خلينا نكتبها كاملة كام زين هاي تشير المن إلى التكملة زين hurt بما أنه فعل وين راح يكون مكانها راح يكون مكانها دائما بعد الفاعل واضح أحيانا تكون مسبوقة قصدي متبوعة بأس اللي سميناها أس الشخص الثالث إذا كان الفاعل مفرد زين pain بالمنهج مالتنا متطرق pain كاسم واضح وبما أنه اسم ممكن تجيني بالبداية وممكن تجيني بنهاية الجملة واضح لأنه باعتبار أنه التكملة ممكن تحتوي على صفة أو اسم وهكذا زين sore هي شنو صفة زين بما أنه صفة مكانها أما بالبداية مسبوقة زين قد تكون مسبوقة بواحد من صفات التملك ومثلا my sore lips hurt شفتاي المتقرحة تؤلم زين هسه أريد أني معلومات وملاحظات أدق حتى أميز بالاستخدام بين هذه أو أفرق بالاستخدام بين هاي المفردات عندنا تمرين بالأكتيفيتي بوك تمرين اللي هو بصفحة 3 صفحة 3 التمرين C زين complete each sentence with a word from the box مطيني مجموعة مفردات زين ويريد من عندي شنو أعبي هاي الفراغات وين باستخدام هاي المفردات إذا أنا عرفت الـ SVC راح ما تكون عندي مشكلة بشنو بشلون انه املأ الفراغات هسه نرجع للستور بما انه صفة يعني لازم احتاج انه يكون قبلها فعل وعادة هاي الافعال هي افعال نسميها افعال الكينونة اوكي او يجيني وراها اسم صفة باللغة الانجليزية اما تجيني وحدها او شنو يجي وراها اسم زين فقبلها دائما لازم شي يجيني واحد من افعال كينونة اوكي او مثلا فعل ثاني المهم اهم شيء انه اني اركز عليه انه الصفة لو تجيني وحدها لو تجيني متبوعة باسم هسه الحد هنا راح نقول انه وصلنا الى ختام درسنا الاول في المجموعة خلينا نقول سلسلة الدروس اللي راح تكون متعلقة بمنهج السادس تحياتي لكم